حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. مش رح يصير احكي انا تحدثت كثيرا عما تحدثت عن هجولي فهي تطرقت الى المصطلحات وما الى ذلك. انا ساتحدث اكثر فيه ساتخصص في موضوع البحث. هنا كان يفترض أن يكون جبل لأننا اليوم سنذهب خيّلوا جبل خلاص نعم ستعتمدون على خيالكم كثيراً اليوم. لدينا هذا المخطط الجبلي البسيط. سنلعب لعبة أكثر من سنتحدث عن موضوع. أنا اللاعبة وأنتم المسؤول لذلك ستساعدني إذا التزمت بالصمت وركزتم معي كثيراً. لنبدأ. موضوع رحلتنا لليوم سيكون دور صفحة دي شبكة القدس الإخبارية ووكالة شهاب في تعبئة الأطفال. فهل حقاً يتوجه الأطفال إلى نقاط التماس أو إلى الأنشطة السياسية بسبب صفحات الفيسبوك أم هناك عوامل أخرى؟ هذا ما سنعرفه ولكن بعد الوصول إلى القمة. لماذا هذا الموضوع لرحلتنا لليوم؟ لأن هناك أعداد متزايدة من مستخدمي الفيسبوك في فلسطين فوصل عددهم إلى مليون فوصل عددهم إلى 1,780,000 مستخدم. هناك آراء مختلفة أيضاً، فالبعض يقول بأن الفيسبوك هو العامل الرئيسي ومحرك الثورات، وهذا ما سمعناه في الثورة الليبية والتونسية والمصرية والسورية. ولا يوجد دراسات، خلال دراستي لم أجد دراسات تتعلق بالأطفال والفيسبوك والمشاركة السياسية تحديداً. لنتحدث الآن قليلاً عن الإطار النظري. اعتمد نظرية العنف المتلفز ولها 5 أقسام. لنبدأ بالحوافز. نظرية الحوافز تقول لأنه إذا أنت شاهدت مقطع فيديو على شاشة التلفاز أو في أي مكان كان وكان هذا المحتوى عنيف فأنت ستتحفز لتمارس هذا العنف في البيئة المحيطة بك سواء كانت الأسرة أو المدرسة. أما التطهير فيتحدث أنك إذا شاهدت هذا المقطع فلن تتوجه إلى ممارسة العنف لأن هذا لنقول أنه شفى غليلك. التعلم بالتجربة، أنت تتعلم ما تشاهد، تتعلم ممارسة العنف من خلال المقاطع التي تشاهدها على شاشات التلفزة أو في هذه المقاطع المصورة. لدينا استزراع العنف، هذه متخصصة أكثر في الأطفال لأن الأطفال حين يشاهدون هذه المشاهد ربما يتخيلون أن العالم من حولهم عنيف وأنه يضم كل هذه المشاهد المروعة فيتولد لديهم فيكون هناك أثر نفسية سيئة على شخصياتهم. تدعيم السلوك والشق الخامس هو المهم بالنسبة لي لأنه بنيت الفرضية على هذا الشق. تدعيم السلوك، العنف الذي تشاهده على شاشات التلفزة أنت تتعلم منه ولكن لن تقوم بتطبيقه في حال لم يكن هناك عوامل في البيئة تساعدك عليه. لنتحدث عن المنهجية. لدينا المنهج الكيفي والمنهج الكمي. المنهج الكيفي اعتمد على تحليل مجموعة من صفحات الفيسبوك وهما صفحتا شبكة قدس الإخبارية ووكالة شهاب. أما المنهج الكمي فكان استبيانات لطلبة المدارس بين ما بين عمر 15 و17 وسأتحدث عن هذا أكثر في العينة. لدينا عينة البحث صفحتا شبكة قدس الإخبارية ووكالة شهاب. شبكة قدس الإخبارية نشرت 212 مقطع فيديو خلال 4 أيام التي درست فيها التي تابعت فيها الصفحات وهي الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من شباط والرابع عشر من أذار. سبب اختيار الرابع عشر من أذار من شباط عفوا هو الفيديو الذي انتشر بخصوص الشهيدة ياسمين السرو في مدينة الخليل والجميع رأى هذا الفيديو. الخامس عشر والسادس عشر كان هناك مواجهات في حي المصرارة في القدس وكان هناك شهيدان. أيضا الرابع عشر من أذار بمناسبة مرور شهر على بداية متابعتي للصفحة وأيضا كان هناك نقل عملية في الخليل وكان ضحيتها 3 شبان بسبب عملية دهس وشاهدنا جميعا الفيديوهات الدموية. طلبة المدارس كان لدي 104 طلاب من مدارس مختلفة منطقة دير غسانة ودير زيت والمزرعة الغربية وأيضا مخيم الجلزون في كولومبيا بين 15 و17. لماذا هذه الفئة؟ لأن هناك نسبة كبيرة منهم تستخدم الفيسبوك بحسب دراسات سوشيال ستوري الأخيرة. هذا الجزء لنقل أنه الأصعب ويجب أن تركزوا كثيرا فيه. هذا الجزء هو لنعرف
الأرقام على ماذا تدل؟ 72.6 هو المقاطع الهبة الجماهيرية التي نشرتها صفحة شبكة قدس وتحدثت جولي عنها كثيراً، لن أتحدث عنها، لن أتطرق لأهميتها. 49.3 هي المقاطع التي نشرتها وكالة شهاب إخبارية. 40.9 هي المقاطع التي نشرتها وكالة شهاب نقلاً عن شبكة قدس بخصوص الهبة الجماهيرية. 38.7 هي المقاطع التي صنفتها كتعبوية. عندما استخدمت وصف التعبئة لهذه المقاطع كان بسبب تكرار نشرها، كان بسبب استخدام الهاشتاجات مثل الفدائيون المستمرون أو الانتقاد المستمرة، كان بسبب استخدام إعادة تشكيل المواد كإضافة الموسيقى وإضافة الصور لهذه لمقاطع الفيديو. و41.9 هي نسبة الفيديوهات التي نشرتها وكالة شهاب وتعبوية. 34.4 هي نسبة المقاطع التي كررتها شبكة قدس. 24.4 هي أيضا نسبة المقاطع التي كررتها وكالة شهاب. 46% هي نسبة طلبة المدارس الذين يتوجهون للمشاركة في المواجهات. أما 25% بشكل دائم، 25% هي نسبة الطلبة الذين يتوجهون للمشاركة في المسيرات بشكل دائم. الآن وصلنا إلى القمة بعد صعود هذا الدرج، لنستعرض النتائج. أثر بي أكبر من الفيسبوك. في بداية العرض قلت بأن تدعيم السلوك كان مهم جدا بالنسبة لي. جميع المدارس التي وزعت فيها الاستبيانات هي قريبة من نقاط التماس، وهناك احتكاك مباشر مع قوات الاحتلال. لذلك فكان أثر البيئة أكبر من الفيسبوك، لأن نتائج الاستبيانات كانت 70% من الطلبة يتوجهون إلى نقاط التماس بسبب أن لديهم أبا أو أخ أو قريب في الأسر أو استشهد قبل ذلك. 53% منهم كانوا يتوجهون بسبب تجارب شخصية، بسبب اعتقال، ربما ضرب، صراخ، انتهاك. أما فقط كانوا 40% هم من يتوجهون إلى نقاط التماس أو إلى المشاركة في الأنشطة السياسية بشكل عام بسبب المشاهدات على الفيسبوك. الصفحتين تعيدان تشكيل المواد الإعلامية، هذا ما تحدثت عنها قبل قليل، مثل إضافة الموسيقى وإضافة إضافة الموسيقى أو إضافة الصور أو إضافة الكلمات التعبوية. غياب رقابة الأهل وأماكن التفريغ النفسي. لم تكن هذه النسبة ستكون كبيرة لو أن الأهل كانوا يشاهدون ما يشاهدوا أطفالهم بالفعل أو مع من يتحدث أطفالهم. لو كان الأهل يراقبون أطفالهم لما كانت هذه النسبة كبيرة. لذلك هناك غياب رقابة. وأيضا أماكن التفريغ النفسي، لا يوجد في هذه الأماكن أو هذه القرى مناطق لأنشطة لا منهجية بعد المدرسة، فيتوجه الأطفال ربما إلى نقاط التماس. هناك تفاعل أكبر مع مقاطع الفتيات. كان هناك تفاعل بتعليقات مثل عرضنا، شرفنا، نساء المسلمين وإلى ذلك. على مقاطع الخاصة بالفتاة ياسمين الزرة مثلا، لم يكن مثل هذا التفاعل في المقاطع المتعلقة بالشباب كالعملية التي حدثت في حي المزرارة أو في الخليل. تكرار الكلمات والصور التعبوية، هذا تحدثت عنه قبل قليل. سرعة النشر أهم من التحقق من الصحة. لذلك على سبيل المثال شبكة قدس نشرت 9 مقاطع خلال 4 أيام لم تكن عناوينها تتعلق بالمضمون، وكان هناك العديد من الأخطاء، كأن تنشر اسم شهيد وهو ليس بشهيد، أو تنشر منطقة حدثت فيها عملية ولم يحدث فيها شيء أصلا. لذلك انتهينا ووصلنا إلى القمة. شبكة قدس الإخبارية تعمل أكثر في الضفة، ووكالة شهاب هي بحسب ما قرأت هي تابعة قريبة من حماس وهي متواجدة في غزة، فهي تعتبر بما أن شبكة قدس هي إحدى الشبكات التي أفرضت مساحة واسعة للهبة الجماهيرية، فربما وكالة شهاب اعتبرتها مصدرا من مصادر لتستقي منه الأخبار ليس أكثر، لكنهما لا تعودان إلى ذات الجهة بشكل مباشر. فيش تقاطع سياسي بينهم؟ ربما هناك تقاطع سياسي في الأجندات، ولكن بشكل ظاهر هناك اختلاف. يعني وكالة شهاب كانت تؤيد ضد نظام بشار الأسد، بينما شبكة قدس لم تتدخل، هناك اختلاف في بعض التفاصيل. ممكن أسأل عن هذا السؤال، إنه ممكن هم يكونوا قريبات من نفس الحزب لكن الاختلاف فقط في موضوع السوري. نعم.
كان في مصلحه سياسيه وهذا التقطير تبعهم. وهناك شيء اخر مثلا شايف القدس لم تذكر شيء عن لم تكن تفرض مساحه لاخبار حركه حماس بينما وكاله شاب كانت تضع فيديوهات لاسماعيل هنيه وتجول على الشاطئ، لذلك لم استطع ان احدد بالضبط اذا كانت لماذا كان هناك تفاعل مع الفتيات اكثر من الشباب برايك؟ اعتقد ان ذلك يعود لمفهوم ما نسميه الشرف او ما نسميه المجتمع الذي نعيش فيه. هم يرون ربما ان الفتاه لا يجب ان اذا مس شاب فتاه في المواجهات وخاصه اذا كان جندي اسرائيلي فهذا سيخلق بلبله، لا يجب ان يلمسها وهذه فتاه محجبه وانخلعت حجابها، هذا انتهاك للشرف. مع انه برايي اعتقد انه يجب النظر الى كحرمه شهيد وجريح وجريحه وليس كحرمه جسد فتاه او اذا التفاعل مع الفتيات من منطلق الشرف منطلق العادات المجتمعيه، وايضا هناك قصه كانوا يريدونها كثيرا مثل قصه والمعتصمان وصلاح الدين ذكروه كثيرا في تعليقاتهم. ما رايك بموضوع سرعه التحقق قبل النشر وعدم التدقيق في صحه الخبر؟ الى اي مدى هذا برايك اثر على حجم التفاعل؟ هل تذكرين يعني كم كان حجم التفاعل مع الاخبار التي تسرعت الوكالتان بنشرها ولم قامت بحذفها؟ هي لم تحذف المقاطع التي نشرتها بعلامة خاطئة. أنا تابعت الصفحة في شهر آذار، وهذه المقاطع كانت نشرت في شهر شباط. المقاطع كانت موجودة والتعليقات التي تقول بأن هذا الشهيد فلان وليس فلان ولم يتغير العنوان، هم لم يلقوا بالا حتى للتعليقات التي كانت موجودة تصححهم، نشروا المقطع ولم يسألوا. هذا ربما بسبب التطور التكنولوجي الكبير وتسابق مثل هذه الصفحات او وسائل الاعلام على الحصول على السبق الاخباري الاول، وهذا شاهدناه حتى في قنوات التلفاز مع بدايه الحرب الجماهيريه، فهم لا يركزون في الدقه، يركزون على نشر. لكن عدم تصحيح المعلومه يعني هذا بنظري لا مبالاه بالتاكيد لا مبالاه، هم مهتمون فقط بنشر المقطع ولجلب الاهتمام ولجلب التفاعل الاكبر، نريد عدد تعليقات، نريد عدد اعجابات، نريد عدد مشاركات، ولا نهتم اذا كان الشعب يعلم ان هذه المعلومه صحيحه ام لا. تحدثت مع احد المحررين في شبكه القدس عندما قلت له بان هذه المقاطع تعبويه كثيره، قال لي بان هذه القضيه الفلسطينيه ونحن ننشر هذه المقاطع، واذا لم ننشرها نحن سينشرها غيرنا فنحن اولى بها. وعندما سالته عن اعاده تشكيل المواد ايضا قال بان إعادة تشكيل المواد نحن لسنا من اخترعناه، لذلك نستطيع أن نستخدم حتى لو كان في ذلك تعب. هم يعلمون أن هذه المواد تعبوية ومستمرون في نشرها. طيب أنت هذه النتائج اللافتة جدا التي تشير إلى أن الأطفال يخرجون إلى يعني إلقاء الحجارة على الجنود بسبب تجربة شخصية. أنا بالنسبة لي هذه يعني نتيجة مفاجئة. كيف تردين على الجهات الإسرائيلية أو الغربية التي تتهم الفلسطينيين بالتحريض عبر وسائل الإعلام خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي؟ هناك تحريض، نقول أن هناك تحريض، أنا نشر مثل هذه المقاطع كما قلت في الفرضية لتدعيم السلوك، ربما هم كانوا تعرضوا لهذه التجربة الشخصية، وربما أنا تعرضت لتجربة شخصية، وربما أخي الصغير، ولكن لم نقم بتطبيق ما شاهدناه أو بالرد على ذلك، لأننا في البداية لا نعيش في بيئة الضغط، لا نعيش في بيئة احتكاك مباشر، وأيضا لا نتعرض لمثل هذه المظاهر. التعرض مع وجود مقومات في البيئة مثل هذه بالتأكيد ستخلق طفل يسعى إلى البطولة، يسعى إلى الانتخاب ربما. أنا أريد أسألك بس أعلق على البحث اللي قريته من أفضل وأحسن ما قرأت في حياتي. هذا ايوه في
يعطيك العافية. جمال ما خلت مجال إنه نحكي. يعني حكت أكثر ما يعني ممكن يخطر في بالي أحكي. فينيكس يعني مش ممتاز، مش ممتاز. وفي جهد، ولما كانت تعمل عينات وسألها في اليوم الثاني طب تعليقات وين حللتهم؟ طب حللتي مادة التعليقات تحكي أه. يعني جهد مش قليل، جهد فوق المستحيل خلينا نحكي. يعطيك العافية، واتوقع يعني أجيال لما لقطوكي محظوظين فيكي، وجهات ثانية ممكن تكون محظوظة أكثر كمان، يعني ممكن كمان بكرة تعطيكي فرصة. سيسقط هذا المسرح، ولم أكن لولاهما لم أكن هنا أنا الآن. حلوين